تعالوا شوف البيديا. البيديا المحافظة اللي كانت من المحافظات الطاردة للعمالة، الطاردة للسكان، اللي فيها مشكلات وتحديات فوق ما نقدر نحكي. تعالوا نشوف البيديا حصل فيها ايه في حياة كريمة. حياة كريمة في محافظة المنيا تتمحور في حوالي 1800 مشروع في 5 مدن، هي العدوة ومغاغة وملاوي وبورقاص ودرمواس. عندنا الخمس مدن دول بيشكلوا 32 مجلس قروي، كل مجلس قروي عبارة عن قرية أم يتبعها عدد من القرى. في المشروعات دي بتختلف حسب أنواعها. عندنا المجمعات الخدمية 32 مجمع على مستوى الخمس مدن في محافظة المنيا في هذه المرحلة، عندنا 32 مجمع زراعي، عندنا مجمعات صناعية، عندنا مجمعات سكنية سيتم إنشائها، عندنا وحدات صحية تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل حوالي 111 وحدة ومركز على مستوى الخمس مدن. عندنا أيضا مشروعات الصرف الصحي 17 محطة معالجة وحوالي 174 محطة رفع صرف صحي. احنا قبل ما تيجي حياة كريمة لمحافظة المنيا كانت نسبة الخدمة في الصرف الصحي تقريبا تصل الى 10% بس من مجموع قرى المحافظة. بمجرد نهاية هذه المرحلة ان شاء الله سنصل الى 60%، المرحلة التالية بإذن الله نصل الى 100% من القرى مغطاة بخدمة الصرف الصحي، خدمة مهمة جدا. قرية المعصرة تم اختيارها بالفعل قرية نموذجية على مستوى محافظة المنيا، وتم ادراجها ضمن الافتتاح الرئاسي على مستوى الجمهورية. فيها مشروعات تمت بالفعل بنسبة 100% زي الصرف الصحي، الغاز، دعم الكهرباء، مياه الشرب، التليفونات، دي تمت بنسبة 100%. عندنا مشروعات التربية والتعليم في جناح توسع يا فندم اللي وصل حضرتك ده، الجناح الوحدة مدرسة الوحدة الابتدائية بقرية المعصرة، ده على مساحة 300 متر تقريبا 15 فصل تم الانتهاء برضك منه. في عندنا جناح مدرسة الشهيد ابتدائية على مساحة 300 متر 12 فصل، وعندنا في جناح في عزبة جدار التابعة لقرية المعصرة فيها مدرسة برضه على مساحة 300 متر 12 فصل. في برضك نازل من ضمن المبادرة تطوير ودهان وصيانة المدارس، تم بالفعل صيانة مدرسة الثانوية المشتركة، الإعدادية المشتركة، الإعدادية بنات، مدرسة كير الابتدائية، كير الإعدادية، مدرسة الشهيد وليد، مدرسة الشهيد مدحت صلاح، مدرسة الوحدة الابتدائية. احنا هنا واخدين وحدة طب الأسرة تمام، ومركز تنمية الأسرة، وشغالين بقالنا فترة شهر مثلا تمام، وبنشتغل بطاقة 24 ساعة في اليوم على فترتين، فترة عمالة من 8 الصبح ل 4 العصر، وبعد كده بتيجي فترة تانية تغيرهم دواليب معينة بتيجي تكمل بعد كده. وهنا بنستعين بالعمالة اليومية بأهل منطقة المعصرة اللي هي العمالة دي، وبنستعين بالفنيات والكلام ده بنستعد من المحافظات من بره. عندنا رقم واحد اللي هو العمالة اليومية بتيجي من هنا من المعصرة، وجميع العاملين معايا حاليا من قرية المعصرة هنا. مبادرة حياة كريمة قدمت لنا كتير، الغاز والصرف ومجمع الخدمات. الغاز وفر لنا مادياً، وفر لنا كتير، والصرف الصحي برضو نافع معانا. يعني احنا بيت زي ما انت شايفة 4 بيوت في بيت، فاستهلكنا كتير. بالنسبة للصرف نافع معانا، احنا كده وصل الغاز وعندنا الصرف موصل، والأربع شقق وصلوا بالراحة. ويشكر العمال ويشكر المهندسين ويشكر اللي قام بالمبادرة. يعني الصرف نتاعنا قوي والله، ما كناش اما نكمل حاجة وننزح البيارة دلوقتي، لا الحمد لله والله اما ندعي لكم. السجل قريب، نطلع بطايق والوحدة وكل حاجة بقت موفرة. استفدنا الغاز والصرف الصحي، واللي أنا بيبي يعني في الأول كانت مدانا غالية، ودلوقتي يعني الغاز بقى حلو. والغاز اللي بتاع الصرف الاول كان لما ندفع نروح نغسل على الترع وعلى البحر والحاجات كده، ولما ندل يعني كده الاشياء معدن، نقول الحمد لله كل حاجه موجوده. الصرف دخل والغاز دخل وكل حاجه، بس في الاول كنا تعبانين جوه، لما دخل الصرف والغاز الحمد لله ارتحنا. كنا لما نروح بلاد المسلمين عشان نجيب الانبوبه، لما دخل الصرف ودخل الغاز ريح الكلام كله.